إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع دائرة الإعلام التربوي تقدم حوارات في التربية. حوارات في التربية، تقريب للمسافة بين الفكرة والتطبيق، بين الواقع والطموح. حوار بين كل أطراف المنظومة التربوية والتعليمية لغد أكثر إشراقا، استثمار مستقبلي في طلاب اليوم. حوارات في التربية. حوارات في التربية. حوارات في التربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في مساءات مزهرة بالعطاء والتجدد، وأهلا وسهلا بكم مجددا في برنامجكم الأسبوعي حوارات في التربية، والذي يأتيكم كل أربعاء من 8 وحتى 9 مساء. برنامج حوارات في التربية تحت إشراف دائرة الإعلام التربوي، ويسعدني أن أكون معكم اليوم في الإعداد والتقديم فايزة السلطية، ويرافقني في هذا المساء وكل مساء المخرج سيف بن سالم الجرداني. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، حياكم في برنامج حوارات في التربية، واليوم بإذن الله سوف نتحدث عن نظام التدريب الإلكتروني عن بعد، وأيضا سوف يكون حوارنا حول التدريب الإلكتروني عن بعد وقاعات الاتصال المرئي وما يسمى بالبيئة الافتراضية المودل. كذلك هناك سوف تكون لدينا فقرة إبداعات طلابية، اليوم سوف تكون مع ضيف مميز، طالب متعدد المواهب، سوف نقترب معه أكثر لنتعرف من خلال في هذا المساء على المواهب المتعددة التي يمتلكها. أما قراءة حدث في أسبوع، سوف نتحاور مع مختص حول ندوة الرياضة المدرسية وآفاق التجويد. فاصل من ثم لنا عودة لمناقشة وحوارنا وموضوعنا لهذا اليوم، فكونوا مع السمع. حوارات في التربية، تقريب للمسافة بين الفكرة والتطبيق، بين الواقع والطموح. حوار بين كل أطراف المنظومة التربوية والتعليمية لغد أكثر إشراقا. حوارات في التربية. استثمار مستقبلي في طلاب اليوم. حوارات في التربية. حوارات في التربية. حوارات في التربية. الحوار الرئيسي.
حياكم الله مستمعين الأحبة، وأكيد رح نبدأ معاكم اليوم في برنامج حوارات التربية الموضوع الرئيسي الذي نتحدث من خلاله عن نظام التدريب الإلكتروني عن بعد. أكيد لدي في الاستوديو طيفين مميزين، عن يميني الأستاذة شيخة بنت حمد سليمان الحضرمية من فريق التدريب الإلكتروني. يا أهلا وسهلا فيكم، مساء الخير أستاذة شيخة. مساء النور، حياكم الله، ويسرنا أن نشكركم لتسليطكم الضوء لهذا الموضوع المهم. يا مرحبا فيك. وأيضا عن يساري الأستاذ بخيت بن سعيد أسلم عيرون الشحري، أهلا وسهلا فيكم، نورنا أستاذ. أهلا بكم ومرحبا، حياك الله معنا. أكيد الحوار اليوم راح يكون طبعا متركز على نظام التدريب الإلكتروني عن بعد. هذا النظام التدريبي الذي يعتبر من أهم المبادرات التي قامت بها وزارة التربية والتعليم، وحظت أيضا بكثير من تشجيع المسؤولين لها. في البداية الحوار سوف يكون معك أستاذة شيخة الحضرمية، نود أن نتعرف معك والمستمعين الكرام نبذ عن النظام اللي هو نظام التدريب الإلكتروني عن بعد. النظام التدريب الإلكتروني يعتبر من أهم المبادرات اللي قامت بها وزارة التربية والتعليم، وقد حظى مثل ما أسلفتي هذه المبادرة بتشجيع كبير جدا من قبل المسؤولين، حيث يترأس هذا المشروع سعادة سعود البلوشي وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربة وتنمية الموارد البشرية، وهو أولى اهتماما كبيرا بهذا الموضوع. وقد تم إيجاد النظام لمواكبة التقدم التقني، وكذلك لانطلاقا من حاجة الوزارة لإيجاد أو للتنويع في الأساليب التدريبية، وذلك لسد حاجة منسوبي الوزارة في التدريب والوصول إليهم في أي مكان بأسلوب يراعي ظروف وخصوصية المستهدفين بالعمل التدريبي. كذلك انطلاقا من تلك الحاجة ورغبة القائمين على التدريب في تقديم تدريب نوعي وفق معايير عالمية تتناسب مع الفئات المستهدفة باستخدام التقنيات الحديثة، تحديدا تقنيات التعليم والتدريب الإلكتروني. نعم أستاذة شيخة، إذن طبعا من خلال حديثك أنه هذا النظام الإلكتروني عن بعد يأتي مواكبة مع تطورات الحديثة والتقنيات أيضا الحديثة. ننطلق الآن أيضا من هذا الحوار إلى الأهداف والفئات أيضا المستهدفة من هذا النظام والحديث معك أستاذ بخيت. نعم، بالنسبة لهذا النظام كونه من الأنظمة الكبيرة والأنظمة التي تستهدف شريحة كبيرة وهم منتسبي وزارة التربية والتعليم، فلو مجموعة من الأهداف أهمها شمولية التدريب لجميع العاملين في الوزارة بحيث يحظى كل فرد في الوزارة بالتدريب، كذلك تحقيق نقلة نوعية في التدريب بحيث يتواكب مع التطورات التقنية المختلفة، وأيضا يحقق أهداف ورسالة الوزارة، كذلك التحسين والتطوير لعملية التدريب بشكل مستمر بما يتواكب مع المتغيرات التي تطرأ على التعليم وأيضا تطرأ على التقنية. كذلك من أهم النقاط أيضا تقليل التكلفة المالية للبرامج الإنماء المهني والبرامج التدريبية بشكل عام، وأيضا زيادة عدد الملتحقين في البرنامج التدريبي الواحد في نفس الوقت، بحيث بإمكان أي متدرب أن تصل إلى هذه البرامج من أي مكان أو من أي منطقة جغرافية في السلطنة أو خارج السلطنة. كذلك بناء مكتبة إلكترونية للبرامج التدريب الإلكتروني وأرشفتها في النظام نفسه، وأيضا متابعة المتدربين بحيث كل متدرب كم برنامج خضع لكم برنامج، أو وجودهم في النظام الخاص أو البرنامج الخاص بالمتدرب. هذه أهم النقاط. وأيضا البرنامج يستهدف المجتمع المحلي بحيث بإمكان أي ولي أمر أن يدخل على بعض البرامج التي سوف تتاح لهم في النظام، وكذلك المؤسسات التي لديها شراكة مع الوزارة. نعم، أيضا ذكرنا طبعا أستاذ الشيخ أن التدريب الإلكتروني له اتجاهين، نظام مؤتمرات الفيديو وأيضا البيئة الافتراضية. نود منك أيضا أن نتعرف على البيئة الافتراضية أو بما يسمى المودل وكيفية أيضا تطبيقها. نعم أستاذ فايزة، مثل ما أسلفتي التدريب الإلكتروني لدينا اتخذ جانبين، اللي هو نظام الاتصالات المرئية بالإضافة إلى إيجاد منصة
للتدريب الإلكتروني. هذه المنصة اللي تستخدمها الوزارة استخدمنا أحد الأنظمة مفتوحة المصدر لإدارة عمليات التدريب الإلكتروني والمحتوى الإلكتروني. هذه المنصة تدعى منصة موديل، وهي منصة مجانية مفتوحة المصدر، تم استضافة هذه المنصة داخل خوادم الوزارة. ولتسهيل عملية إدارة المستخدمين وتسهيل إجراءات دخولهم لهذه المنصة، تم ربط هذه المنصة بالبوابة التعليمية، وبالتالي إن هذه النقطة سهلت علينا كثيرا عملية إدارة المستخدمين، كذلك سهلت على الموظفين أنفسهم آلية الدخول للنظام. فهم الآن يستطيعون الدخول إلى البوابة من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور، وبالتالي مباشرة يستطيعون الوصول إلى نظام التدريب الإلكتروني. حققنا الأشياء اللي أيضا راح تتواجد إذا دخل عليها، اللي هو المدرب أو المتدرب، لأن كلاهما طبعا مستفيدين. نعم. يعني يستخدم إذا أراد أن يسجل أنه اسم المستخدم وكلمة المرور. أيوة. ماذا يستفيد أيضا من دخوله غير اللي هي طبعا الدورات التدريبية اللي راح تكون متواجدة في النظام؟ في البداية طبعا ركزنا في المقام الأول على البرامج التدريبية، وبدأنا بتصميم برامج تدريب إلكتروني للمتدربين، ثم انتقلنا إلى خطوات أخرى ليستفيد منها المتدربين والمدربين من النظام بصورة كبيرة. وبالتالي خصصنا نافذة مستقلة لبث برامج التدريب المختصة باللغة الإنجليزية. هذه النافذة أيضا احتوت على الكتب الإلكترونية، كذلك احتوت إلى مقاطع التدريب أو مقاطع الفيديو التي ممكن أن يستعين بها المتدرب دون الرجوع إلى البرامج التدريبية الإلكترونية. كذلك استحدثنا نافذة للاستفادة من نافذة للترفيه، نافذة للمعرفة، كذلك أوجدنا نافذة خاصة لربط النظام بما يتم بثه في الاتصال المرئي، وبالتالي يستطيع المستهدف سواء كان متدربا أو مدربا الوصول إلى الفيديوهات التدريبية التي تم بثها من خلال نظام الاتصال المرئي. نعم. كذلك خلينا الحين يعني قبل ما ندخل إلى هذه التفاصيل، نعم، نعرف المستمعين أيضا على اللي هي نظام مؤتمرات الفيديو، الفكرة العامة لقاعات الاتصال المرئي أستاذ بخيت. هي الفكرة العامة بالنسبة للقاعات التدريب الإلكتروني، الوزارة قامت على تجهيز في جميع المحافظات قاعة تدريبية مجهزة بجميع الأمور التقنية وكذلك الأمور اللوجستية الأخرى. هذه القاعة بإمكان المدرب أن ينقل التدريب من أي محافظة وكذلك المحافظات الأخرى، أي أو من الوزارة نفسها والمحافظات الأخرى يكون المتدربين فيها. كذلك النظام أوجد أن المتدرب بإمكانه يدخل عن طريق الهاتف الشخصي من خلال نظام موجود خاص بالقاعات التدريبية أو نظام الاتصال المرئي. وهذه القاعات مجهزة بربط مباشر، وأيضا بإمكان المستخدم أن يقوم بالدخول على البيئة الافتراضية والدمج بين البيئة الافتراضية والنظام المرئي. إمكانية استيعاب عدد من المشاركين في جميع المحافظات بالإضافة إلى الهواتف، أيضا إمكانية استضافة بعض المدربين أو الخبراء من خارج السلطنة عن طريق استخدام تطبيق الهاتف الذكي. نعم، إذن هناك تواصل مباشر بين المدرب وأيضا المتدرب، وأيضا كذلك طبعا مثل ما ذكرت أستاذ الشيخة باللغة العربية واللغة الإنجليزية كذلك. أيضا أستاذ بخيت، نود أن نتعرف على المحافظات التي تم ربطها بالمشروع في مراحل الأولى. بالنسبة للمرحلة الأولى تم استهداف 3 محافظات، اللي هي محافظة ظفار والوسطى والبريمي. المرحلة الثانية والثالثة تم استهداف المحافظات الباقية، اللي هي محافظة مسقط والباطنة جنوب والباطنة شمال والظاهرة الشرقية شمال والشرقية جنوب ومسندم والداخلية. وجميع هذه المحافظات يوجد بها قاعات، كذلك تم ربطها بشكل كامل ما عدا محافظة مسندم، قائمين على ربطها حاليا،
وأخذ الفرصة هنا لأشكر هي تقنية المعلومات على الدعم اللي تقوم به فيه من أجل ربط هذه المحافظات المتبقية. نعم، شاكرين لهم بالفعل هذه الجهود التي يقومون بها من خلال الربط وأيضا توسعة عملية التدريب الإلكتروني. خلينا ننتقل أيضا مع أستاذ الشيخ حول شمولية البرنامج في تطبيقه للغتين العربية والإنجليزية. نود أن تتحدثين عن تفاصيل هذا الموضوع، وخاصة أنك ذكرتي أيضا اللي هي الكتب الإلكترونية، وكذلك بخصوص أيضا اللي هي بناء المكتبة الإلكترونية اللي هي أحد الأهداف التي أردتم أيضا تحقيقها. نعم، في البداية لما بدأنا بالنظام كان النظام فقط باللغة العربية، بعد ذلك توجهنا إلى اتجاه أن يكون لدينا نافذتين للنظام، نافذة باللغة العربية لبث برامج التدريب الإلكتروني باللغة العربية، ومن ثم بدأنا في الجانب الآخر بث برامج التدريب الإلكتروني باللغة الإنجليزية. كذلك بعد استفتاء الآراء من المتدربين وجدنا أن المتدربين يحتاجون أخذ المزيد من النظام، ليس فقط البرامج التدريبية، وبالتالي اتجهنا إلى إيجاد مصادر مختلفة داخل النظام. طبعا أنشأنا أولا المكتبة الإلكترونية، هذه المكتبة تحتوي على العديد من الكتب والمقالات باللغتين العربية والإنجليزية. كذلك أنشأنا جانب اللي هو جانب التسلية والترفيه، هذا جانب التسلية والترفيه الغرض منه غرض تدريبي أو أنه يستفيد اكتساب مهارات معينة، لكن عن طريق التسلية والترفيه. أيضا أوجدنا استضافة الفيديوهات التدريبية التي يتم إنشائها داخل من خلال الاتصال المرئي. نعم. كذلك تسهيلا على المتدرب أو للوصول إلى النظام والوصول إلى البرامج التدريبية، قمنا بإعداد دليل المتدرب باللغة العربية واللغة الإنجليزية، وأيضا أنشأنا دليل آخر للمدرب باللغتين العربية والإنجليزية. نعم، إذن هناك خدمات كثيرة ومتنوعة حول برنامج التدريب الإلكتروني عن بعد، سواء كانت طبعا بالشكل الأكبر اللي هو إلى جانب المتدرب. نعم. خلينا نشوف أيضا تفاصيل أخرى عن الهدف من مؤتمرات الفيديو أيضا ومميزاتها أستاذ بخيت. لعل من أهم الأهداف الخاصة بمؤتمرات اللي هي عدم فقد الاتصال بين المدرب والمتدرب، هذه الاتصال أو ما يسمى بالفيديو كونفرنس يتيح للمدرب والمتدرب التناقش، وأيضا جميع البرامج التدريبية تحتاج إلى بعض الأنشطة وبعض الفرق العمل التي تعمل، فمن خلال هذه الاتصالات المرئية يمكن المدرب أن يتابع جميع المتدربين في المحافظات وبشكل مباشر، أيضا تبادل الخبرات بين المحافظات أنفسها من خلال هذه الاتصالات المرئية أو ما يسمى بالفيديو كونفرنس. كذلك مثل هذه القاعات تتيح لنا بالإضافة إلى التدريب إضافة اللي هي الاجتماعات، بإمكان عقد الاجتماعات عن طريق هذه القاعات، أيضا بعض النقاشات التي تكون بين المحافظات أو بين المعنيين في المحافظات بإمكانهم أن يستخدموا هذه القاعات، وهذا أيضا يتيح لنا شيء ويفيد الوزارة في شيء في تقليل التكلفة عملية الانتقال المتدربين من محافظة إلى الوزارة في مسقط، وأيضا المعنيين في الوزارة إلى المحافظات الأخرى. نعم، طبعا أيضا حدثنا عن اللي هو ميزة تطبيق الهاتف وكيفية الاستفادة منه، نود أن نتعرف على هذا التطبيق بشكل أكبر، يستفيد من خلاله أيضا المستمعين ومن يستهدفهم هذا النظام. هو تطبيق موجود على جوجل بلاي، أيضا موجود على أبل ستور، بإمكان أي مدرب أو أي متدرب تحميل تطبيق في هاتفه بكل سهولة، بعد ذلك الدخول بأرقام مخصصة يتم إرسالها إلى جميع المتدربين من قبل الفريق الموجود في الوزارة، هذه الأرقام يتم التواصل بينهم وبين المحافظات، وأيضا هذه تكون مفتوحة في فترة زمنية محددة، ليس مفتوحة بشكل كامل، لذلك هذه البرامج أكثر شيء راح تستخدم
للاتصالات الخبراء الخارجين. نعم. أيضا كذلك بعض المحافظات التي اللي هي كما قلنا مسندم لم يتم التواصل إليها الشبكة، لذلك يمكن الاستعانة بالهواتف الذكية في حل هذه المشكلة بشكل مؤقت. نعم. كل ذلك طبعا لسد حاجة منسوبي الوزارة في التدريب وأيضا الوصول في أي مكان بأسلوب راعي ظروف وخصوصية المستهدفين بالعمل التدريبي. وكذلك طبعا لدينا اتصال عبر الهاتف ضيفنا الأستاذ سامي بن حسن الزعابي، معلم أول لغة عربية. السلام عليكم ومساء الخير أستاذ سامي. مساء النور أستاذة، حياك الله معنا. حياكم، نرحب فيك في برنامج حوارات في التربية، وأيضا نود أن نتعرف من خلالك حول كونك متدرب في هذا البرنامج. ما هي الفائدة من هذا التدريب بالنسبة لك؟ أنا مدرب ولست متدرب. مدرب. طيب كونك مدرب، كيف وجدت هذا البرنامج؟ كيف يعني استطاع أن يخدمك في عملية التدريب مع المعلمين والمتدربين معك؟ حقيقة برنامج مصري ومشجع الإبداع وأساليب التواصل جميلة وحديثة ومميزة. يعني إحنا نعمل مواد فيديو وندخل عليهم برامج توضيحية مثل برنامج الكامتازيا، وندخل عليهم تعليق صوتي، ويكون في تواصل بيننا وبين المتدربين من خلال محور النقاش الموجود أو صفحة المنتدى الخاصة بالحوار. وفكرتها جميلة جدا. يعني نعم، يعني من خلال حديثك أن مصادر المعرفة متنوعة التي تستخدم في التدريب الإلكتروني أو هذا النظام عن بعد. أيضا هل هناك فوائد استطعت أيضا أن تجنيها من خلال هذا التدريب الإلكتروني عن بعد؟ حقيقة من ضمن الفوائد فيها اللي هي تعديد أوراق العمل من خلال ملاحظات المستهدفين، يعني في حواراتنا احنا في المنتدى. نعم. وملاحظاتهم عرفنا كيف نطور هذه الورشة، وعرفنا نطور أوراق العمل، وحتى طورنا المدل نفسه والموقع اللي نشتغل عليه مثل الأيقونات الأزرار وكذا، صعوبة الأيقونات وين تكون صعبة وش مشاكلها. فمن خلال ملاحظاتنا الدورات الماضية استفدنا كثير من هذه النقطة. نعم. إذن هو طبعا يسهل أيضا عملية الاتصال والتواصل بينك وبين المتدربين، يعني يخدم البرنامج خدمك بشكل كبير حتى أنك تتواصل معهم وتعطيهم كمية كبيرة من المعلومات التي يعني من كانهم يستفيدوا منها من خلالك. أكيد، لأن احنا في مستوى الورش الطبيعية خلنا نقول مباشرة. نعم. احنا فقط نتعامل مع تقريبا من 15 إلى 20 شخص يعني. نعم. ويكون التعامل مباشر خلال 4 ساعات، لكن ويكون مضغوطين يعني يكون مضغوطين. نعم. أما في الموديل أو في التعليم عن بعد فاحنا ما نكون مضغوطين، تكون في أريحية، فكل متدرب يعني ينزل الدروس اللي يريدها. يعني على سبيل المثال مثلا دورة كورس لا تتكون من 20 درس، يعني بإمكان الشخص ينزل عرارته وممكن يشوف الفيديوهات ويشوف الشروحات وأي حاجة صعبة عليه، ترى هو مباشرة ممكن يستفيد من الحوارات الموجودة، سواء الأسئلة تم طرحها من أطراف أخرى أو هو ممكن يطرحها. فكان بحقيقة أنا شفتها جميلة جدا، يعني جميلة، فكرة طيبة جدا. نعم أستاذ سامي، إذن أنت طبعا نختصر عليك الموضوع الوقت وأيضا الجهد، وإحنا شاكرين لكم هذه الجهود ونتمنى لكم التوفيق فيما تقومون فيه، في طبعا من تطوير أيضا في كونك مدرب في هذا البرنامج. شكرا جزيلا لك أستاذ سامي بن حسن الزعابي، معلم أول لغة عربية، مشكور. شكرا شكرا. نعم. ما زلنا مستمعين الكرام مكملين معاكم برنامج حوارات في التربية من الآن وحتى 9، وموضوعنا نحب نذكركم هو يتحدث عن نظام التدريب الإلكتروني عن بعد. ونواصل الحديث مع ضيفي الأستاذة شيخة الحضرمية والأستاذ أيضا بخيت الشحري. خلينا نبدأ طبعا أيضا ونكمل معاك أستاذة شيخة، نود للحديث أيضا عن ما تم إنجازه على مستوى البيئة الإلكترونية اللي هو المودل. حقيقة ما تم إنجازه كثير في مستوى هذا النظام ابتداء من عام 2015 إلى الآن، وقد تم إنزال العديد من البرامج، برامج التدريب الإلكتروني. هذه البرامج تقريبا بلغ عددها 40 برنامج تدريبي، بلغ عدد المتدربين داخل هذا النظام ما يقارب 4000 متدرب،
حاليا الآن في الوقت الحالي يتدرب على النظام 500 متدرب في 4 برامج تدريبية مختلفة. كذلك ما تم إنجازه داخل النظام هو إيجاد المدربين الذين يستطيعون التعامل مع مثل هذه الأنظمة، وبالتالي هذه العملية سهلت علينا كثيرا في عملية التصميم والإخراج الإلكتروني. أيضا ما تم إنجازه داخل النظام تم تصميم شعار يتناسب مع التدريب الإلكتروني واستمراريته وحداثته، وتم اعتماد هذا الشعار وأصبح هذا الشعار هو شعار التدريب الإلكتروني. كذلك حققنا نقطة مهمة جدا وهي الشهادة الإلكترونية. سابقا في بدء البرامج التدريب الإلكتروني كانت شهادتنا ترسل مباشرة إلى المحافظات، الآن أصبح المتدرب يستطيع الحصول على شهادته مباشرة بعد إجازته لانتهاء البرنامج التدريبي. كذلك أيضا بالنسبة للمدرب يستطيع الحصول على شهادة إلكترونية نتيجة لمشاركته أو تقديمه للبرنامج التدريبي. هل هناك قوانين وضوابط أيضا حتى أنه يعني يستحق هذا المدرب أو المتدرب أن يحصل على هذه الشهادة الإلكترونية؟ أكيد هناك قوانين كثيرة. من ضمن هذه القوانين أولا النظام نفسه يتتبع هذا المتدرب كم ساعة تدريبية خضع لها. كذلك وضعنا معايير مهمة جدا تضبط المتدرب بحيث أنه لا يستطيع الانتقال من نقطة ما لم يتم الانتهاء من هذا المحور إلى النقطة الأخرى. نعم، إذا كان يعني ما انتهى من نقطة معينة يعني كيف يتم التعامل معه؟ إذا ما انتهى من هذه النقطة طبعاً على سبيل المثال البرنامج مدته مثلاً 25 ساعة تدريبية. نعم. البرنامج قبل البدء يعطى المتدرب الملاحظات والتعليمات وسيتم إرسال اختار له بأنه إن تجاوز هذه المدة، إحنا نعطيه مدة زيادة شوية، إن تجاوز هذه المدة فإنه يتم حجب البرنامج عنه نظرا لعدم اكتماله لهذا البرنامج. كذلك وضعنا معيار آخر أن المتدرب لا يستطيع أن يتدرب على أكثر من برنامجين في الوقت الواحد. أيضا إذا المتدرب واجهته ظروف معينة ولم يستطع إكمال البرنامج التدريبي يتم موافاتنا مباشرة بالظرف الذي تعرض له هذا المتدرب مثل برامج التدريب وجها لوجه. أيضا بالنسبة للشهادة النظام نفسه إذا كان مثلا البرنامج تدريب ذاتي 100% النظام نفسه يتعقب هذا المتدرب بحيث أنه يكمل جميع النقاط المطلوبة منه وينتهي ويجتاز الاختبار النهائي إذا كان هناك اختبار نهائي. بعض البرامج التدريبية يكون فيها مشروع، هذا المشروع لن يحصل المتدرب على الشهادة ما لم يسلم المشروع ويتم إجازته من قبل المدرب. نعم، إذن هناك مراحل طبعا يمر بها المتدرب حتى نعم. يصل إلى هذه الشهادة الإلكترونية، وجميل أنه من أنجز يحصل على هذه الشهادة الإلكترونية ويعني يكون يستحقها. نعم. في النهاية خلينا طبعا أيضا ننتقل مع الأستاذ بخيت الشحري، عن نود نتعرف من خلالك أيضا عن عدد المتدربين الذين خضعوا لبرامج التدريب الإلكتروني. المتدربين خضعوا تقريبا 4000 كما قالت الأستاذة الشيخة. نعم. 4000 متدرب إلى اليوم، والمتدربين الخاضعين للبرامج حاليا ما يقارب 500 متدرب. هذا المتدربين من جميع محافظات السلطنة وجميع المتدربين من الوزارة، وكما قالت في الأستاذة الشيخة مجموعة من الضوابط، ومن أهم هذه الضوابط لا يمكن للمتدرب الدخول إلى النظام إلا عن طريق البوابة التعليمية، ودخوله على الملف الشخصي من خلال الملف الشخصي يدخل على أيقونة أعمالي ومن ثم تطبيقات خارجية ويدخل على التدريب الإلكتروني. أيضا من دخوله إلى نظام المودل بإمكانه يراجع من خلال الجزئية الخاصة بالأرشفة جميع الدورات التدريبية التي تم عملها في نظام المؤتمرات أو نظام الاتصال المرئي، بما أنه نظام الاتصال المرئي يتيح لنا جزئية مهمة اللي هي تسجيل وحفظ جميع الدورات التدريبية التي تتم في النظام الاتصال المرئي ووضعها في نظام المودل. من هنا نكون عملنا عملية مزج بين البيئة الافتراضية
والاتصال المرئي، فالمتدربين يستفيدوا من النظامين في حد في الوقت ذاته. تقريبا عدد البرامج المتوفرة الآن الموجودة في هذا النظام حاليا بالنسبة للنظام البيئة الافتراضية يوجد 10 برامج تدريبية، نعم، بالإضافة إلى برنامجين، هذه متاح لجميع المنتسبين بإمكانهم يدخلوا على هذه البرامج. بالنسبة لنظام المؤتمرات تقريبا إلى الآن 4 برامج ومخزنة في البيئة الافتراضية. نعم، أيضا خلينا ننتقل إلى نقطة توعية المجتمع بأهمية نظام التدريب الإلكتروني عن بعد. طبعا هذا الحديث معك أستاذة شيخة. أهلا وسهلا، بس حبيت أعقب على نقطة واحدة، البرامج المتوفرة في النظام يعني اللي شغالة حاليا هي 10 برامج، لكن هناك ما يقارب 50 برنامج تدريبي من بمختلف اللغة الإنجليزية واللغة العربية اللي موجودة داخل النظام، وبعضها تم العمل عليها مسبقا والبعض الآخر ننتظر إفادة المدرب بالبدء بتدشين هذه البرامج أو تدريب عليها. طبعا قمنا بالعديد من وسائل التوعية لنشر ثقافة التدريب الإلكتروني، من ضمنها إقامة المحاضرات في جهات مختلفة مثل المشاركة في الندوة العلمية المقامة بالجامعة العربية المفتوحة، كذلك عرض المشروع في بث إذاعي في برنامج ضيف التربية، أيضا المشاركة في حوار ثقافي في النادي الثقافي لعرض التجربة وأهمية المشروع لموظفي وزارة التربية، كذلك حاولنا تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي للتوعية بالمشروع. قمنا بتنفيذ برنامج تدريبي وجها لوجه يستهدف جميع الموظفين في مختلف محافظات السلطنة، كان يهدف التعرف على التدريب الإلكتروني وطرق استخدامه وفوائده وطرق استخدام بيئة موديل. أيضا شاركنا في المنتدى العلمي الأول للطلاب ماجستير تكنولوجيا التعليم بالجامعة العربية المفتوحة، نفذنا ورقة عمل حول مستجدات التدريب الإلكتروني واستهدفت موظفي دوائر ديوان عام الوزارة، كذلك قمنا بتنفيذ مجموعة من المحاضرات لموظفي الإدارة الوسطى بالوزارة حول التدريب الإلكتروني وأنواعه والمطبقة بوزارة التربية والتعليم، وتطرقت المحاضرة إلى دور الإدارة الوسطى في هذا المجال ودورهم في نشر ثقافة التدريب الإلكتروني للموظفين التابعين لهم. نعم أستاذة، أيضا بالتأكيد أي مشروع بدايته هناك الكثير من التحديات التي تواجه يعني أثناء تطبيقه، يا ترى هل هناك تحديات وصعوبات واجهتكم أستاذ بخيت؟ كما قلتي لابد أن يكون هناك مجموعة من التحديات، ومن أهم التحديات اللي هي البنية التحتية للمحافظات، حيث تم كما قلت في المرحلة الأولى ربط محافظة ظفار والوسطى والبريمي، والحمد لله تم استلامها وربطها وتجربة عملية الربط وكانت ناجحة. بالنسبة للمحافظات الأخرى اللي هي كانت في المرحلة الثانية، مسقط والباطنة جنوب والباطنة شمال ومسندم والظاهر والداخلية والشرقية شمال والشرقية جنوب، تم ربطها ما عدا كما قلت اللي هي محافظة مسندم، ويجري حاليا من قبل دائرة الشبكات والاتصالات توصيل أو توفير خطوط الربط، وأيضا تعاون مع اللي هي الخاصة بتقنية المعلومات. نعم أيضا طبعا أستاذ الشيخ خلينا نتحدث معك حول المشاركات الأخرى في هذا المجال نظام التدريب الإلكتروني عن بعد. حقيقة حاولنا قدر الإمكان أن نشارك في جميع فعاليات المجتمع حول المرتبطة بتقنيات التعليم، فشاركنا في الجمعية العمانية لتقنيات التعليم، وطبعا نعتبر نحن من وزارة التربية والتعليم أعضاء فاعلين داخل هذه الجمعية، وسنقيم قريبا إن شاء الله المؤتمر الدولي الرابع لتقنيات التعليم. نعم، هل هناك دعوة منك حول هذه الجمعية للمشاركة فيها من يعني الجهات المختلفة اللي ممكن يستفيدوا منها؟
أكيد كون أن هذه الجمعية تعتبر الوحيدة في السلطنة المرتبطة بتقنية التعليم، فإن ندعو جميع المعلمين والتقنيين داخل وزارة التربية والتعليم الانضمام لمثل هذه المشاريع والمشاركة بفعالية داخل فعاليات الجمعية وغيرها من الأنشطة الأخرى. نعم، حتى يستفيدوا طبعا من خلال تفاعلهم وتبادلهم الخبرات، اكتساب الخبرات أكيد الآخرين بالتأكيد. نعم. هذا شيء جميل. طبعا أشكركم الشكر الجزيل يعني على تواجدكم معنا وتوضيحكم لنا عن اللي هو نظام التدريب الإلكتروني عن بعد. وربما أستاذ بخيتي أشير لي، يمكن حاب يعني عندك شيء أستاذ؟ هي ما في شيء، بس النقطة رئيسية مهمة اللي هي أستاذ. العمل على أي برنامج أو أي جهد ما لم يكن هناك توعية كبيرة للمجتمع بتحكي. وهذا ما نرجو منكم هي خاصة بالإعلام للتوعية بمثل هذه الجهود التي يقوم بها المختصين في الوزارة والوزارات الأخرى. وهذه مشاريع تعتبر من المشاريع الوطنية التي راح تستفيد منها الوزارة وكذلك الوزارات الأخرى والمجتمع المحلي. نعم، هي فائدة في النهاية طبعا إذا استفاد منها الفرد بالتأكيد في النهاية سوف تعود هذه الفائدة على المجتمع ككل، وكل هذا طبعا من أجل الوطن. أكيد طبعا أشكركم في نهاية وختام موضوعنا الرئيسي لنظام التدريب الإلكتروني عن بعد، شكرا جزيلا للأستاذ بخيت بن سعيد أسلم عيرون الشحري من فريق التدريب الإلكتروني، شكرا جزيلا لك وعلى تواجدك معنا. العفو، أشكركم على الاستضافة والتوعية بهذه البرامج. وأيضا الشكر الجزيل للأستاذ الشيخة بنت حمد سليمان الحضرمية أيضا من فريق التدريب الإلكتروني، شاكرين لك تواجدك. شكرا لكم، والشكر موصول لاهتمامكم ومتابعتكم ودعمكم لنا إن شاء الله. الآن أعزائي المستمعين ننتقل بكم إلى محطة أخرى من محطات برنامج حوارات في التربية، فابقوا معنا. حوارات في التربية، إبداعات طلابية، إبداعات طلابية. حياكم الله مستمعينا الكرام في فقرة إبداعات طلابية، هذه الفقرة التي تهتم بكل مواهب وإبداعات الطلبة في من جميع محافظات السلطنة، وبإمكانكم أيضا التواصل معنا والاشتراك معنا للحضور أيضا معنا في الاستوديو في هذه الفقرة إبداعات طلابية. اليوم لدينا موهبة أو طالب لديه مواهب متعددة، هذا طالب من مدرسة الإمام جابر بن زيد الصف 11، عندنا
عندنا هذا المبدع عبد الله بن زاهر سيف المسكري. نمسي عليك في برنامج حوارات في التربية. أهلا وسهلا فيك يا عبد الله. أهلا وسهلا، حياك الله معنا، منورنا اليوم في الاستديو. بنوركم، حياك الله. طبعا أنت طالب موهوب، لديك مواهب متنوعة، من تمثيل، من كرة قدم وغيرها طبعا من المواهب اللي عرفتها عنك. يا ترى ما هو السر في تعدد المواهب عندك، وإيش أقرب موهبة بالنسبة لك أنت تحبها تفضلها؟ والله سر تعدد المواهب هو مرافقة الناس، معرفة الناس، معرفة ناس من أفراد متعددة. واحد يحب الكرة، أحد يحب التمثيل، يعني حتى أهلي بعضهم مثلا الوالدة تشتغل في تخصص مسرح، عمي كرة القدم عنده فريق، وهذا أحب المواهب. يعني واضح أنك عبد الله يعني في بيئة كذا تحب المواهب، وبيئة فيها كذا خصبة متنوعة المواهب من كرة قدم أو مسرح أو غيره. خلينا أيضا نتعرف على الأنشطة والفعاليات اللي شاركت فيها، سواء كان في المجال الفني أو الرياضي. هو الجانب الفني كان عندي مشاركات من المسرح، هو التمثيل. كان بداياتي في التمثيل من يوم كنت صغير، كنت أمثل في سكتشات. يعني كم كان عمرك تقريبا؟ صف كم؟ تقريبا صف الأول، صف الثاني، إن شاء الله. واستمريت لين وصلت لهذه المرحلة. أول كان بداياتي في تمثيل أفلام قصيرة، سكتشات. كنت أمثل في جامعة السلطان قابوس، وشاركت في أوبريت عن يوم الجامعة، واللي يقام كل سنة. نعم. ويقام تحديدا لذكرى زيارة صاحب الجلالة للجامعة. نعم، حفظه الله. وهو كان في تاريخ 2 مايو من كل عام. نعم. والأوبريت هذا كان بعنوان صفحات من الذاكرة، وكنت أنا أمثل فيه كتمثيل الطالب والكشاف الصغير من المجتمع. هذا كان بداية التمثيل، كنت في هذا الأوبريت. بعدين بعد هذا الأوبريت شفت أني أحب التمثيل، صرت أحب أشارك في مسرحيات متعددة. شاركت في المسرح المدرسي. نعم. وأنا رئيس جماعة المسرح أيضا في جامعة. إذن أنت الحين مشارك في نشاط المسرح حاليا في الصف. نعم. 11. نعم. هل تحس أن كونك أنت في الصف 11 وفي المراحل الأخيرة، مشاركتك في هذه الأنشطة هل تؤثر على دراستك؟ والله هو التدريب نوعا ما يؤثر، لكن إذا مع تنظيم الوقت، مع تنظيم المواهب والتفرغات. يعني أنا لازم أتفرغ حال المسرح مثلا ساعتين في اليوم، 3 ساعات أني أتدرب. نعم. وما يأثر يعني ذاك التأثير، لكن لا بأس. لكنك أنت حين بودك أنك تركز على الموادك، المواد العلمية بشكل خاص. نعم. أتمنى لك أكيد التوفيق. خلينا أيضا بما أنك يعني ذكرت في حديثك عن وقت الفراغ، كيف تستغل. نعم. وقت فراغك خاصة في الأجازات الصيفية؟ والله في الأجازات الصيفية أنا من النوع اللي يحب السفر والترحال. يعني في السفر، بعض من السفر أني أصور وأمنتج. نعم. يعني في أسافر دولة معينة أخذ صور فوتوغرافية ومن بعض مقاطع الفيديو، ويوم أرجع أمنتج هذا المقطع أو أصمم هذه الصورة وأشاركها مع الأهل وهذا. هذا طبعا استغلالك لوقت الفراغ في الصيف، أنه يكون في السفر وتقضيه بين التصوير وأيضا. أيوة. المونتاج. أيوة. ولكن التمثيل بعيد أنا عن يعني المسرح. في السفر أكون بعيد عن المسرح. تستمتع بوقتك أكيد. أيوة. أيوة. هل تحضر لمسرحيات يعني غير المشاركة، هل لك حضور أيضا في المسرحيات؟ نعم، أحضر مسرحيات. آخر حضور كان في مهرجان مسرح الدن. نعم. ومسرحيات فرقة التواصل للمسرحية وجماعة المسرح بجامعة السلطان قابوس. كان آخر عرض في الدوحة. لم أحضر لأني كنت مسافر، لكن كان في تغطية وكنت أتابع، أحب أتابع المسرح،
والمسرحية هذه عرضت في عمان، لكن كان في تطور في المسرحية وكنت حبيت أني أعرف التطور وهذا الخبر. وش هو التطور اللي حبيته يعني في المسرحية؟ هو إضافة يعني سكتشات كوميدية، أحب المسرحيات الكوميدية أكثر من المسرحيات اللي تتعلق بقضية معينة أو حل مشكلة اجتماعية معينة. لماذا؟ لأن القضية يعني تقودنا هو بعض القضايا يعني هو زين إن نتفكر فيها. بالعكس يعني المسرح يعطيك يعني يلامس القضايا الاجتماعية وغيرها من القضايا اللي من خلالها فعلا نحن نوجد حلول. نعم نعم، حتى هو صعب إنك تعرف القضية من خلال النص. نعم. لازم تعرف القصة بدايتها نهايتها حتى تعرف القضية أو بما تتحدث. نعم. لك قراءات يعني في اللي هي القصص وغيرها، يعني عندك كذا ميول أيضا للقراءة؟ القراءة أقرأ قليل في القصص وبعض النصوص المسرحية. جميل. وحتى أحب أقرأ عن الرياضة لأني أنا حتى رياضي. فكرت تألف في يوم من الأيام أو أنك راح تكون يعني مستقبلا مؤلف لنص مسرحي؟ هو أنا من يوم صغير كنت أواظب أني أكتب يومياتي. جميل. أكتب يومياتي، لكن يعني بسبب الدراسة هو زين أني أنا أكمل، لكن بسبب تنظيم الوقت يعني فقدت هذه الوقت حالي. أو أنك ابتعدت عنها في هذه الوقت. نعم. الحالي. نعم. حتى تجد فرصة أخرى وإن شاء الله راح تستمر. نعم. جميل جدا. انزين عبد الله، يعني كلمة كذا تود أن تقولها لكل زملائك وأصدقائك أيضا اللي هم يعني دائما يشاركوا معك سواء كان في المسرح أو في كرة القدم، وكذلك أيضا هل فعلا تشجع أنت الطلبة أنهم يشاركوا في النشاط المدرسي؟ هو النشاط المدرسي يغير في النشاط في الصف، يعني كأني أنا أروح أقدم في الإذاعة. نعم. في طلاب يعني يكونوا متكاسلين في المدرسة، لكن يعني أني أروح أقدم في الإذاعة ينميني، يعني ينمي النشاط وأحب أني أقدم في الإذاعة من هذا القبيل يعني. نعم. إنزين كلمة تحب تقولها لزملائك كذا من برنامج حوارات في التربية في إبداعات طلابية، هل تتمنى أنهم أيضا يشاركوا معنا في إبداعات طلابية؟ أكيد، لأنهم يبرزوا مواهبهم. نعم. والمواهب لازم يكون لها دعم. نعم. والدعم لازم يكون لتواصل في المجتمع، يعرف الموهبة عشان يطورها، لأنه هو ما يقدر يطور موهبته بنفسه، لازم يكون حد داعم ومشجع لموهبته. نعم. أنا أشكرك شكل جزيل على حضورك اليوم ومشاركتك لنا أيضا في إبداعات طلابية. شكرا جزيلا عبد الله زاهر سيف المسكري الصف 11 من مدرسة الإمام جابر بن زيد، وأيضا الشكر الجزيل للوالدة اللي أيضا طبعا كانت مساندتك في حضورك رحيمة الجابرية، شكرا جزيلا لها ولك أيضا. شكرا جزيلا. شكرا. والآن مستمعينا الأحبة ننتقل بكم إلى الفقرة الأخيرة حدث في أسبوع، فابقوا معنا.
حوارات في التربية. حدث الأسبوع. حدث الأسبوع. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وصلنا إلى آخر فقرة حدث في الأسبوع، والذي طبعا من خلالها رح نتحاور مع مختص حول ندوة الرياض المدرسية وآفاق التجويد، حيث نظمت وزارة التربية والتعليم خلال هذا الأسبوع هذه الندوة التي استمرت خلال يومين بهدف عرض بعض التجارب الدولية الرائدة في تطوير مادة الرياضة المدرسية. وأكيد لدينا ضيف حول هذا الحديث، الأستاذ بدر بن محمد الأخزمي، مشرف عام رياضة مدرسية. يا مساء الخير وأهلا وسهلا فيك أستاذ بدر. مساء الأنوار أختي فايزة، ومساء الخير لجميع المستمعين الكرام. حياك الله معانا. الله إن شاء الله. أكيد من خلالك نود أن نعرف المستمعين حول ما حدث في هذه الندوة اللي هي الرياضة المدرسية وآفاق التجويد. نعم اختفائي، طبعا هي الندوة كانت بعنوان ندوة الرياضة المدرسية وآفاق التجويد. جاءت هذه الندوة لتشخيص واقع الرياضة المدرسية وتحديد الاحتياجات للمحافظات التعليمية من جميع الجوانب التي تشملها المادة، ومن ثم المحاولة على استشراف المستقبل واستشراف الفرص التي يمكن أن نسعى من خلالها تطوير الرياضة المدرسية في جميع المدارس في سلطنة عمان. نعم، أيضا طبعا صاحب هذه الندوة إقامة معرض لمبادرات الحقل التربوي الهادفة إلى تطوير الرياضة المدرسية، ريت تحدثنا أكثر أيضا عن تفاصيل هذا المعرض المصاحب. نعم اختفائي، طبعا المعرض لصاحب الندوة شمل عدة أجنحة. الجناح الأبرز كان عبارة عن مبادرات للمحافظات التعليمية. هذه المبادرات كانت في من مختلف المدارس في مختلف المحافظات التعليمية التي حقيقة أبدع فيها وأنتج فيها المعلمون. جاءت هذه الفرصة لعرض هذه التجارب للاستفادة منها على مستوى السلطنة. حقيقة كانت تجارب فريدة وتجارب جميلة جدا، وتجارب حقيقة راح نسعى أنها تعمم لجميع المحافظات التعليمية. كذلك طبعا أختي فايزة، صاحب هذا الندوة والمعرض كانت نستشير هناك في تجارب دولية وتجارب خليجية، وكانت عندنا متحدثة رئيسية من جمهورية إيرلندا الشمالية من جامعة إيرمك البروفيسورة آن ماكسل، وحدثتنا حقيقة عن تجربة الرياضة في إيرلندا، وكان حقيقة في تفاعل كبير من جميع المشاركين سواء كانوا معلمين أو مشرفين أو مدراء مدارس أو من جميع الفئات في الحقل التربوي. نعم، هل يحضرك أستاذ عدد المشاركين في هذه الندوة من معلمين وأيضا مشرفي أوائل مادة الرياضة المدرسية؟ نعم طبعا العدد كان أكثر من 300 مشارك. نعم. وفي الافتتاح طبعا زاد هذا العدد باعتبار أن في هناك دعوات لمختلف الجهات التي تشترك معها وزارة التربية والتعليم، مثل وزارة الصحة، وزارة الشؤون الرياضية، وزارة التنمية الاجتماعية، كذلك القطاعات العسكرية في مجال التحريات الرياضة العسكرية. كل هذا الجهات حقيقة شاركت وزارة التربية والتعليم، ونقول نحن في هذا العرس الرياضي كان. نعم، أيضا أنا كنت حاضرة طبعا في هذا الندوة، وأيضا حضرت المعرض المصاحب، فلفت انتباهي وجود طالبة في رياضة الإبحار الشراعي اللي هي سميحة ريامية، وإحنا طبعا أكيد رح نستضيفها في الأيام القادمة معنا في فقرة إبداعات طلابية. يا ترى أيضا كونك مشرف عام رياضة مدرسية، كيف يتم الاهتمام بهذا النوع من أنواع الرياضات المدرسية؟ نعم أختي فايزة، طبعا نحن الرياضة معنا فيها في رياضات مدرسية تتم داخل المدرسة. نعم. وفي رياضات تتم خارج المدرسة عن طريق النشاط الخارجي. نعم. في عندنا طلاب موهوبين في مختلف الرياضات، قد تكون هذه الرياضات غير مدرجة في المنهاج المدرسي. نعم. ولكن يتم تبني هؤلاء الطلاب والاهتمام بهم والعناية بهم والاتصال مع هذه الاتحادات ودعم هؤلاء الطلاب من جميع الجوانب، سواء كانت جوانب تختص بالتحصيل الدراسي أو بجميع الجوانب التي تعين هؤلاء الطلاب أنهم يبدعوا. وحقيقة الطالبة سميحة الريامية يعني تعتبر بطلة عربية، ونحن نفتخر فيها،
ومثلها الكثير حقيقة من الطلاب الذي أبدعوا في العديد من المجالات الرياضية. نعم، احنا طبعا اكيد نتمنى لكم التوفيق وشاكرين لكم هذه الجهود على رعاية والاهتمام بهؤلاء الطلاب. شكرا جزيلا لك استاذ بدر بن محمد الأخزمي، مشرف عام للرياضة المدرسية، شكرا جزيلا لك. شكرا، بارك الله فيك. وصلنا إلى الختام أعزائي المستمعين، نتمنى لكم مساء أكيد طيب ورائع بصحبة من تحبون. تقبلوا تحياتي فايزة بنت أحمد السلطية وبرنامج حوارات في التربية تحت إشراف دائرة الإعلام التربوي، وأيضا أمنيات التوفيق والسعادة تقبلوها من المخرج الرائع سيف بن سالم الجرداني. نلتقيكم الأسبوع المقبل بإذن الله يوم الأربعاء في نفس التوقيت من 8 وحتى 9. إلى ذلك الحين نقول لكم إلى اللقاء.